يشارك وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد الخميس بالعاصمة الإيطالية روما في أشغال الاجتماع التنسيقي الدولي لمناقشة الخطوط العريضة لمحاربة الهجرة غير الشرعية. بيان لوزارة الداخلية الجزائرية كشف أن الاجتماع يهدف إلى توحيد الرؤى وتبني مقاربة شاملة لمكافحة الظاهرة ومراعاة مصالح دول المصدر والعبور والمقصد. هذا وتشارك في الاجتماع وفود من كل من إيطاليا والجزائر وتونس وليبيا. كما ينبغي علينا العمل على تجاوز المقاربة التقييدية التي تقتصر على الإجراءات العملياتية والأمنية والإدارية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية للانتقال بمساعينا المشتركة لتنامي الهجرة غير الشرعية من خلال تبني مقاربات شاملة ومنصفة وحلول ناجعة وفعالة وإنسانية. وأود أن أنوه هنا بما لهذه الجهود الحديثة التي تبذلها الجزائر وتتحمل تكاليفها الهامة من أثر على تقليص موجات الهجرة غير الشرعية ليس فقط نحو التراب الوطني وإنما نحو أوروبا أيضا، وذلك من خلال النتائج الهامة التي تم تحقيقها سواء على صعيد التحكم في هذه الظاهرة وإعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم بمن فيهم مرشحون للهجرة نحو أوروبا، ومن خلال دعم التنمية في هذه البلدان بما يتيح آفاقا اقتصادية واجتماعية لساكنتها.